حينما تسمع كلمة روبوت ماذا يخطر إلى بالك؟ في العادة دائما نسمع عن كلمة روبوت، نرى هذه الآلات، هذه الأجهزة التي تقوم بعمل في المصانع. دائما ذراع عالي له قطع في النهاية تقوم بعمل معين مثل اللحام أو حمل أشياء من مكان لمكان آخر. ولكن الآن أصبحنا نسمع كلمة روبوت لنرى أشكال مختلفة من الآلات. فما هو يعني هذا النوع من الآلات، هذا الروبوت؟操縦者の方は東京の空町にいるんですが、かなりの距離ありますが、このように正確な動きが伝わってきます。هذا النوع من الروبوت يسمى الروبوتات الخدمية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، معكم أيمن عمر، واليوم سوف نتحدث عن الروبوتات الخدمية. تاريخ الروبوتات يعود إلى منتصف القرن العشرين، نهاية الخمسة القرن الماضي، حيث تم اختراع الروبوت، وهو اختراع آلي يسمى ديناميت، واستخدم لأول مرة في بداية الستينات القرن الماضي في صناعة السيارات. بعد ذلك انتقل إلى اليابان وأنتجته شركة كاوازاكي بشكل كبير، واستخدم في كثير من صناعات السيارات في ذلك الوقت. بعد ذلك طبعا أصبح معروف في العالم ما هي الروبوت، اللي هو آلة تستخدم في الصناعة، عبارة عن ذراع آلي ليقوم بمهمة معينة مثل اللحام أو حمل الأشياء. لكن بعد ذلك مع تطور البحث العلمي في هذا المجال بدأ يظهر نوع جديد من الروبوتات بأشكال مختلفة، روبوتات سيارة، روبوتات طائرة، روبوتات تستخدم في بعض المهام الطبية. فلذلك طبعا شكل الروبوت أصبح شكل مختلف، فلذلك بدأ تقسيم الروبوتات طبعا إلى قسمين، من روبوتات الصناعة وروبوتات لغير المهام الصناعية. فطبعا كل الروبوتات للمهام الغير الصناعية أصبحت تسمى روبوتات خدمية، سيرفيس روبوت. في بداية القرن العشرين بدأت تظهر هذا النوع من الروبوتات، يعني روبوتات شبيهة بالإنسان، وهذا مثلا روبوت أشيمو من صناعة شركة هوندا للسيارات، وكان يعتبر من أكثر الروبوتات تطورا في ذلك الوقت. وهو روبوت شبيه بالإنسان يقوم بمهام معينة مثل الحركة والتحدث إلى الناس. في القرن العشرين طبعا الروبوتات خارج الصناعة كانت كلها في بهذا الشكل، يعني روبوتات ترفيهية، يعني ليس لها مهام معينة غير الترفيه، طبعا استخدامات للترفيه وللدعاية. لكن خلال 10 سنين الماضية بدأت تظهر روبوتات أخرى في مجالات حديثة مثل النظافة، نشرها الروبوت مشهرها شركة آي روبوت، التي صنعت روبوت للنظافة المنزلية. وطبعا بدأت هذا النوع من الروبوتات تتطور بشكل كبير، اتخذ شركات أخرى تطوير روبوتات للنظافة المنزلية. بعد ذلك أصبح هناك روبوتات كبيرة الحجم أيضا لعمليات التنظيف. طبعا أصبحت هناك روبوتات يعني خدمية تستخدم في مجالات متعددة غير الصناعة، مثلا في مجالات النقل ومجالات اللوجستية، النظافة، مجالات الطبية من أشهرها يعني دافنشي روبوت تستخدم في الجراحة. هناك أيضا روبوتات للمجال الزراعي وكثير من المجالات، فهناك تطور كبير في هذا المجال الروبوتات الخدمية. أكثر المجالات استخداما للروبوتات الخدمية هي مجال النقل والمجالات اللوجستية، لأن هذا النوع من الروبوتات يعتبر
تطويره سهل والتحكم فيه سهل، يتربط فقط يسعى على خط معين أو الانتقال من مكان لمكان بقراءة يعني الباركود على الأرض. فهذه تعتبر أكبر المجالات استخداما. هناك أيضا استخدامات الآن ظهرت في المطاعم، خدمة في المطاعم، وأيضا هناك أيضا المجالات الزراعية أصبحت تزيد بشكل كبير خلال المرحلة القادمة. فمن المتوقع أن زيادة حجم هذا القطاع بشكل كبير خلال السنة القادمة. الحلقة. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله.